السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا ولاله قال ولا شيء فهم واي وما تين كسر نقطة تطبع واحد لين فهم مركان الله ليس ترتيب أخر مركا ما تترتيب عين الله لا يا بعدين سلام يا أنا وانا بتقبلنا الحمد لله إذن كانت وهذه رجينا يا سيدة يا سيدة في عام إن شاء الله بإذن الله الكريم والله قال أحد وعدين شيء وسرادس أنت أنا صمين حتى أنا جوا عن ربع إن وسوء ذيكتي وهوش دوا لما يستي إن أسرادي عن ربع وتمها عن راديو وعن لبصة عدود أليست عن إيسار نادر أنت عن قريقة هوش يسي وحي عن قبنا عيو إيسار نادر بركوا مهم ويك مركو كوس ويك نم أتصو قادتي وشقة وسكولة وأدوية وأتصو قادتي ما أنت أحد وفصح ليها أم سبت ذا وفصح ليها إن وحي لين قفك بناء هذا واي وسجل يا كركيسة هوشي وحي هذا كبدته مسك حديثي وحي أباني إنه مسك صار ويكي هرة سو قد يركروه ويك صوص هذا إن شاء الله بين الله كريم سنين تقبل الله بناي وكرك مسك صار وأنا رديسك ما ده حايدين شيء جاي وقيب كم ده وقدرين ميسي راحوا عاد كابح هاي استرس كي وحي قربها كجرة ما ده حسيت مركا كشوط يوحي ويكادر دريريسا مركا يكادر ارتمالها والو مساجية يقربها ايو مالها نحبتك والو ساقو مساجية ريلاكسا دريميسا هدو مركا كقبيستة ويق ديار باقوطهي سكولك ديار باقوطهي عروت ديار باقوطهي شقل ديار باقوطهي يفهمتين والله قالي يا مركا هايلوبينا وعقيبكم إذا إناد مالين مرهور واني إذن شاقي إناد مالين سميساتو عاد أديق عاد نال إسكا دكتو وعاد إسكا سارتو إستريسكي وعاد إسكا سارتو وحاقي وعاد نفتاد درياشو وعاد ديارو نقطو ويقع عصو عرورتا سكولك عصو شقضا ديارو نقطو إن شاء الله مركا حتى كوهرا وحان إذن شاقي سليدي أن أو تماح مدوبين يسي أنا جوا وسيد لوسمست وايد نتوسية سيد لوسمي وهاد روزماري وهاد محلها أوليف أويل هي على بيرد أو بلانتي هاد فريش كه عن جوجوي عن كل حكري مرك كواسان ربعين عم مرصدو وح أنا جا عم مرصنا يتوسينا يا إذا كان سو يقف إيدي ستان وعاد وسمي ستان إن شاء الله ما وانسمي ولا له هاي وان سمي ايه وايه سمي سنتهي واتاس وسليدي سليدي وحواي اوليف اويل روزماري جيت كي او روزماري روزماري هي اقلو دراية ايه محل دها اولوفيرا دي جلك اولوفيرا دي فريشك اهيت مين فانتين ولا لها قالي مركا وان ميران اينا وان سمي وان ميران اينا وان ميران اينا ويسو ميسان تهي واديا لالان كشوبان ايا مالكان لالان كشوبتو وحي اهين ايسا اتليست وحي اهين ايسا لابويك لابويك اهين ايسا تنتي مذوبين ايسا ويجرعين ايسا ويقرحون ايسا عادي ماها عادبا ويهلي وحكا لنا ما مرسلو وان ايادا اهين مفانتين وان كريي وان دياريي واتاس هاد لحان كشوبان ايا دالو وان روزماري بلا olive oil olive aloe vera gel كي أو جيت كأهيت عن كوكريشان أي 8 دقيقة يو روزماري يفهمتين هذا إذا نهلين روزماري أو جيت كأه روزماري أو سليد هاجرت يفهمتين ولا لا مرك واحد نسمع يبتين تعال مرصدة لبحب أكونه لبحب أكونه وكنت جاله هذا كلية كربنا تنبيها مربنا يفهمتي ولا له قالي يا وحواي وحقات هذا مركا انت مرسله وحان دريما يا راحو وهلك حبو وكنت ماشا جوكتان با الله هيدا الحفيدة ويلي يا قبر بوا مرسان كرتان وات مرسان كرتان وانا اسكا صارتا والله وحبو وكنت يلا وقادي ماشا لو بجرب قفك إسكمسة عنكرة إن إسكمسة عنكرة تان وإنا نفتينا عدري الشام والله بحب وكنت يلاو قاعدية ماشاء يوجرة تي يلاو إيه هكا يوجرة وحن كنت أرسلنا سليدي أسميه
aloveerada freshka ahayd, olive oil iyo rosemary aan ku sameeyey, aan xoogaa fiican uga darsanayaa nus bakeeri canab. Inaad iga soo dardareertaan rabaa oo qoorta iyo garbaha iyo iga dardareerto si aan iskugu masaajeeyo oo garbaha iyo aan iskaga masaajeeyo. Halkan waxaa noo yaala malab, malabku ogtihiin aad buu ugu fiican yahay tinta. Malabkiyaan fryer. Waa malabkii, malabka xoogaa fiican aan ku darsanay 3 macalgad camal. Macalgadaha waaweyn, aad buu malabku tinta ugu fiican yahay, wuu qooyaa, wuu jilciyaa. Marka hadda halkan maxaa noogu jira? Waxaa noogu jira saliidii aan isku sameeyey. Saliidii aan isku sameeyey oo alaveerada, olive oil iyo rosemary, 2 xabo ukuna iyo malab. Yifahanteen, waa kaas, waa isku qasanaynaa. Tinta oo wasaq ah, tinta weekii hadaad dhaqin ama wasaq ay tahay, tinta oo wasaq aad ku radinaysaa waa ku masaajey. Tinta iyo madaxa inuu masaajey muhiim waa. Waxaad dareemaysaan raaxo markaa tinta iyo madaxa aad masaajeysaan. Fahmaysiin? Stresska oo dhan wuu kaa baxayaa, caafimaad baad helaysaa. Waxaa way qofka bini'aadamka sida korka uu iskaga caawiyo oo caafimaadka gudaha isaga caawiso, maskaxduna waa muhiim in waxa ay rabto iyo waxa ay ku raaxaysanayso stresska laga saaro. Marka waa kaas. Waa noo diyaar. Yifahanteen? Waa kaas. Walaalahay qaali, waa idiin diyaar. Hal waxaa ka dhiman aan ku darayaa si fiican aad u qasaysaa oo isku dhexgelinaysaa. Waxay kuu noqonaysaa sidii kastarka oo kale. Kastar camal ay kuu noqonaysaa. Waa kaas, waa kuu diyaar. Nafaqo tintana dhuxul ay ka dhigaysaa, waa kuu jilcinaysaa, kaama go'eyso. Waa kaas, sida kastarkii kuu noqotay. Waa kaa, diyaar. Tintaa marsanaysa, inaad cuntaa ku qabanayso. Ha cunin laakiin waa inaad waxyar aan ku daraya oo ah waxyar waxaan ku daraya oo Greek caanihii garoofka ahaa 1 macalgad. Marka waxay u fiican tahay agoolka iyo waxaasay ka ilaalinaysaa tinta. 1 macalgad oo caanihii garoofka ahaa ayaan ku daray, agoolka iyo waxaasay ka ilaalinaysaa. Waa kuu diyaar. Tintaada aad kala furfuraysa, kala magaciisiinaysa, waa kuu diyaarsan tahay. Waa kaas, dhab aad ku siinaysa. Intaad guri ka shaqaysanaysa 2 saacadood aad ku haynaysa qoorta iyo wixii kaasoo dardareeray iyo qoorta iyo garbaha ayaa ku masaajeynaysa. Markaa iska dhaqdo wejiga, wax alaabihii aad intusinahay wejiga aad marsanaysaa. Tan xataa hadday kaaga soo dareerto wejiga waa marsan kartaa, waa u dayn kartaa. Marka stresso timihii aa ku qurxoonaanay, markaa ka dhaqdo waxaad dareemaysaa qof cusub oo diyaar u ah weyga soo socda iyo hawsha soo socota. Marka walaalihiin, take care your service. Saliid ciladan oo madoobeynaysana samaysta. Hadda waa kaas, intaas aan rabay inaan idinla wadaago. Intaanan marsanin saliidan baan ku shubanayaa. Walaalahay qaali, maxaa la dhahaa, naftiina ilaaliya, nafsadiina ilaaliya, meeshaa joogtaan ka faa'iideysta waxyaalaha idin tusaayo. Walaalahay qaali, meeshaa joogtaan aad baa idin salaamayaa. Allahana xafido meel walbaan joogno. Wiil iyo gabarba way marsan karaan. Markii wixii waa timo waa timo. Wiil iyo gabarba ku xateen tixtaa daadanaysa, wiilasha bidaarta galayso, waxaa waaye iskama socon kartid. Iska soco maaha adduunka. Waa inaad istaagtid, aad maalin yeelato, aad naftaada aad stresska ka saarto. Aad ilan garbuhu qofka bini'aadamka hawshu ka badan tahay. Caruur baa kugu xariirta, nin baa kugu xariira, naag baa kugu xariirta, dad baa kugu xariira, shaqaa kugu xariirta, iskuulaa kugu xariira, biilal baa kugu xariira, adduunyo dhan baa kugu xariirta. Marka adoo ogeyn waad isgalaysaa. Marka madaxa markaad marsato, aad mariso, waad ku masaajeynaysaa. Madaxa waxaa ku yaalla lymph, waxay dhahaan pressure points ku yaalla, u baahan stresska laga saaro. Qoorta sideedoo kale, dhagaha gadaashooda, dhagaha hortooda, kulli waxaa ku yaalla xabadka meeshaas. Aad isku masaajeyso, waxaad dareemaysaa qof cusub baa noqonaysaa.
oo diyaar u ah weyga soo socda iyo howlihiisa. Marka walaalahi qaali, waxaa idinka codsanayaa inaad isticmaashaan, naftiinana ilaalisaan, ilaahayna aan garabkeenna ha galo, meel walbaan joogno, maraadadeenna iyo howlaha aan leenahayna ilaahay hanoo fududeeyo. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Intaas idinla wadaagayaa maanta, walaashi fahiimo waaye oo hadda israadinaysa, relax dareemaysa. Waa inaa weyga dambe insha allah, biidnillaahi kariim. Bye bye.